فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: داووا مرضاكم بالصدقة. يقول: فهل تصح الصدقة الجارية عن المريض أم هي خاصة للميت؟ الصدقة عامة، داووا مرضاكم بالصدقة عامة، سواء كانت جارية أو غير جارية، صدقة. نعم، ما يسمى صدقة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.